جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، ولذا كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.